يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندي وقت فراغ دائم، وذلك لأن هناك من يصرف علي ويقوم بشؤوني. يقول عندي وقت فراغ دائم لأن هناك من يصرف علي ويقوم على شؤوني. يقول بماذا تنصحونني كيف أقضي هذا الوقت وفقكم الله؟ أحب طلب الرزق يا أخي، لا تتصل على اللي يصرف عليك، اطلب الرزق لنفسك ولتنفق منه على المحتاجين في سبيل الله، فاطلب الرزق لا تتكل على ما يصرف لك، مع ملازمة ذكر الله عز وجل، طاعة الله وأداء الفرائض في أي وقت. نعم.